ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناتكم قناة هيلب مي تو وين، ومع فيديو جديد اليوم السبت 25/3/2023. ومنصة جو ترانسكريبت ما هي الا منصة بتديك تاسكات، بتديك ملف صوتي او بتديك فيديو، وانت بتحول الكلام اللي بيتقال الى نص بيكون مكتوب. الدقيقة ب 60 سنت، وبدايتك من $100 الى $1215، والسحب على البيبال المفعل او على البايونير، وده كل يوم جمعة من كل اسبوع. عشان تشتغل في هذه المنصة لازم تجتاز امتحان القبول، وبالذهاب إلى امتحان القبول بالذهاب إلى أسفل المنصة بعد تسجيل دخولك، وبالذهاب بعد كده اضغط على كلمة الورك موجودة في الأسفل، وبمنتهى البساطة هيفتح لك صفحة جديدة فيها فيديو يقول لك واتش هاو تو جوين، وبعد كده بالأسفل هتلاقي كلمة ابلاي ناو شايفين قدامكم على الشاشة. بالضغط على الابلاي ده وحدد اللغة اللي انت ممتلكها، لو معاك لغة تانية بخلاف الانجليزية فده هتبقى شيء مميز، مش معاك حاجة الى الانجليزية فخلينا في اللغة الانجليزية. بعد كده بدأ يفتح لي امتحان ام اس كيو او امتحان كويز، لازم تجاوب 100% من هذا الامتحان باتباع الاور جايد لاينز. لو فتحت الجايد لاينز هتلاقي صفحه كده فيها قواعد، وهي القواعد الخاصه بهذه المنصه، وعندك فيديو صندوق الوصف اشرح لك فيه كل هذه القواعد. طبعا بعد كده نحل الامتحان الام اس كيو ونحل الامتحان الصوتي، وهنقوم باستخدام منصه مجانيه ذكاء صناعي في حل الامتحان الصوتي، هيساعدنا بنسبه 95% من الاجابه. تعالوا مع بعض نشوف الحاجات دي كلها تبعوده، ولكن بعد الفصل. اهلا وسهلا بكم من جديد، وعودة بعد فاصل. تعالوا مع بعض كده نحل امتحان الام سي كيو. اول سؤال بيقول لك what is considered as filler word in full verb tense، فالفيلر هتبقى ال kind of او اليو ام، وده طبقا لقواعد الجايد لاينز. لو جينا صيغه الفول فيرب تام وجينا على فيلر وورد اللي هي كلمه الحشو زي كلمه يو ام او يو اتش او كايند اوف او سورت اوف او اي مين يو نو، فده كلها بنسميها الفيلر الوورد، فالاجابه هي الاي والسي. السؤال الثاني بيقول لك do you have to describe slutter؟ السلطه طبعا زي كلمه ام او لاف او يو اتش او باس باسكت بول، فالاجابه هي الاي تبقى قواعد الجايد لاينز. بعد كده وات از ذا كويكت تو واي تو مارك فورس ستارت، لو البدايه بتكون خطا او عدلت جمله بحط 2 ناقص في نهايه الجمله الاولى. اي ونت تو، انا ذهبت الى، حطينا 2 ناقص. اي سليبت، انا نمت ويل كويس لاست نايت، الليله الماضيه، فانا عدلت الكلام فحطينا 2 ناقص في نهايه الجمله الاولى، فالاجابه بي تبقى لقواعد الجايد لاينز. طبعا سؤال رابع بيقول لك which is the correct form according to guidelines، لو في spelling لأي كلمة فنحط ناقص ما بين حروف بعضها. طبعا فالإجابة هنا هتكون الدي صح، وعندي الاي صح، بس خلي بالك ان الاي فتح دبل كوتيشن المحادثه شي كيم تو مي اند سيد، وقالت هي قالت اليا وقالت، وبعد كده كما فتح دبل كوتيشن اي ام فروم موزمبيق، وبعد كده سبيلنج لكلمه موزمبيق، وبعد كده الدوت وقفل بالدبل كوتيشن. هنا ما حطش دبل كوتيشن في الدي، وبالتالي لم يستخدم الدبل كوتيشن، وبالتالي نستبعدها، فالاجابه هي الاي. بعد كده السؤال الخامس which sentence is right correctly، اي هاف نيفر فورجيتد ماي ماذرز ادفايس، ده الاجابه السليمه في البي. ليه يا جماعه؟ لان في ابوستوف اس لماي ماذر مش موجوده هنا في السي والدي. الحاجه الثانيه، طب ايه الاختلاف ما بين الجمله الاولى والثانيه اللي هي الاي والبي؟ الاثنين تمام، اللي هي فيها كلمه forgotten of، الاثنين فيها forgotten تمام، ولكن خلي بالنا من الفرق ما بين الاثنين يا جماعه، وهي كلمه المذرز او كلمه الادفايس. الادفايس هنا بالاس، الادفايس هنا بالسي، طبعا السبيلنج السليم الادفايس بالسي وليس بالاس، ماي ماذرز ادفايس خلاص. فهنا الادفايس كان فيها مشكله، وهنا بص في اس كان فيها مشكله بتاعه الماي ماذر، فالاجابه هي البي. بعد كده السؤال السادس بيقول لك which is the rule about slang word، السلانج وورد في كيف بطام، طبعا سلانج زي كلمه جانا وانا كايندا هتتكتب جوينج تو، يعني كلمه جانا تكتبها جوينج تو، وانا هتكتبها وانت تو، كلمه كايندا تكتبها كلمه كايند اوف، فالاجابه هي السي. بعد كده السؤال السابع بيقول لك فيلينيس هي ذا كابيتال اوف لوتينيا، هي عاصمه لوتينيا، وعندها 723000 بيرمننت انهابس، عدد بتكون ثابته. طبعا عاصمه لوتينيا كلمه لوتينيا ال اي تي اتش، الاي اي تي ده غلط، الاي اي تي ده غلط، اسماء المدن والعواصم لازم تبحث على جوجل او على اليوتيوب وتكتب الاجابه بتكون سليمه، حتى لو نطقت غلط لازم الحاجه الوحيده اللي هي تتكتب صح اللي هي اسماء المدن والعواصم. هنا كابيتال اوف لوتينيا، فالاجابه ايه والاجابه دي سليمه، بس هنا في كاما، وفي كاما طبعا للجمله، هنا ما حطش الكاما في الاي، وبالتالي استبعدتها، فالاجابه هي الدي. بعد كده سؤال الثامن اي نو تو ذا جيم لاست نايت، اي وينت، انا ذهبت الى الجيم الليله الماضيه، فالاجابه هي الدي لانها ماضي. بعد كده جينا از افريد، هي صديقه فون بولندا، في الاجابه سي. السؤال العاشر بيقول لك فون بولندا دازنت انكلود، هي اصلا بتتضمن الفوس والسبيتش والسلام
البانج والفيلر والاسطاطه والبيتيشن تبقى اللي خدها جايد لاينز، وبالتالي دازنت انكلود لا تتضمن، هتبقى السي اللي هي النن. وبالتالي تعالى نعيد مع بعض كده الاسئله دي تاني. السؤال الاولاني الاجابه هي الاي والسي، السؤال الثاني الاجابه ايه، السؤال الثالث الاجابه بي، السؤال الرابع الاجابه ايه، خامس هيكون بي، سادس هيكون سي، سابع هيكون الدي، الثامن هيكون الدي، تاسع هيكون السي، العاشر هيكون السي بالضغط على كونفيرم اللي هو الامتحان الصوتي. بدا ياكد يقول لك بعد كده عايز حل الكباتشا، هنحل له الكباتشا مش ادنى مشكله، وبعد كده دوسنا على اوكي. حلك سليم 100%، هيحولك الى الامتحان الصوتي، وهو هنا حولنا الامتحان الصوتي وجاب الملف الصوتي اهو. كليك يمين على الملف الصوتي، This حمل audio سيف is used اوديو for اس، the ابتدي احفظه على الديسكتوب بتاعنا، وابتدي اتجه بعد كده الى منصه هنستخدمها، منصه ذكاء صناعي وهي سونيك، وهتديك نص ساعه مجانيه. تعالوا نستغل نص ساعه مجانيه كانها منصه مدفوعه في الاساس، وتعالوا نحل هذه المحادثه. is used for the transcriber test at GoTranscript. Okay, well, Steve, I'd like to ask you how your day was. I understand you had some problems with a machine. Could you tell me about it while I do the dishes? Just start talking. So, well, between the balancing machine, we found out that the load sensor on the left side and right side of both work by swapping the cables. But the indication on the screen still shows no load values in grams on the left side. I inspected the circuit board to see if there was any loose connections on it. That would maybe it's a current loop load cell that maybe has an open connection. Error in the signal won't actually show you anything. This is trying to show us something, but it's not the correct value. And then coupled with that, the timing on the weight balance is going to show you about 90 degrees off axis from where it should be. So if it's just at 0 degrees, be like 12 o'clock. Yeah. If it's 0 degrees or 12 o'clock, we put the imbalance weight there and it shows it at 90 degrees instead of at zero. And if I put the weight at 90 degrees, it shows it at 180 degrees, etc. So that there's a definite problem with the calibration on that. So we need to get Hoffman America out there to do a calibration on the units. They'll at least look at it, but since I think the data acquisition board is having a problem. We've actually looked on eBay and found one at a low price. And it would still need to be calibrated regardless. Let me interrupt you to ask you a quick question. How much do you think that this might cost the company? Well, to get the service tank out, they quoted us $4,000. Okay. And the board might be, I don't know, $2,000, $2,500 on top okay. of the service tech coming out. So talking might be $6,500, $7,000 by the time you're done. Wow. I could buy a nice used Toyota, huh? Yeah. Maybe. You could. Actually, in some places you can get a nice car for that price. Yeah. Still working. A Celica or an Edsel? An Edsel? Yeah. Working? Maybe not. Well, you know. We can dream, can't we? You know, to dream, yeah, possibly finding a car that works for $8,000. Well, nine out of 10 car lovers would love to have an Edsel in working condition, so I've heard from Jay Leno's garage. Well, I didn't hear that report. I'm sure I'm not one of the nine out, I must be the one out of the 10 that doesn't. Okay. So there's nine other people that do. That could be. Well, thank you for telling me all about your day, and I'm sure that the future transcribers of GoTranscript will appreciate it as well. This audio is used for the transcriber test at GoTranscript.
كده تكون انتهت المحادثة. عندك فيديو كامل الناس بتسألني في التعليقات عايزين فيديو من A to Z وترانسكريبشن يتعمل من A to Z. هذه المحادثة عملنا لها ترانسكريبشن قبل كده في فيديو مدته حوالي نص ساعة أو ساعة على ما أظن. هتلاقوا المحادثة دي قديمة يعني عملتها قبل كده من مدة، وهتلاقوا اللينك موجود في صندوق الوصف تمام، وهسيب لك جميع اللينكات موجودة والتعليق المثبت. أنا هسيب لك هذه المحادثة لازم تعدل من خلال الأوفيس في هذه المحادثة، أو هتاخدها كده كوبي بيست. الحاجة التانية ناخد بالنا من واحنا بنحل هتكتب الامتحان هيكتب في البوكس ده، وفي النهايه مش تنسى انك تضغط على كلمه send it for view. بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع السلامه.